سوف نقوم الآن بشرح شاشة مردودات المبيعات. يتم الدخول إليها من قائمة العمليات فواتير مردودات المبيعات. في حالة قام أحد العملاء برد بضائع إلى الشركة بسبب تلف فيها أو عدم صلاحيتها، في مثل الحالة يتم الدخول إلى شاشة فواتير مردودات المبيعات. طريقة استخدام هذه الشاشة على النحو التالي: يتم الضغط على زر الإضافة، ثم نقوم بتحديد نوع الفاتورة التي سيتم إرجاعها آجل مثلا، ثم نذهب إلى رقم الفاتورة التي سيتم الإرجاع منها ونقوم بالضغط على F9، ثم مثلا نختار الفاتورة الأخيرة مثلا، نتحرك بالتاب أو بالماوس سوف تنزل جميع الأصناف التي بالفاتورة. فإذا ما أردنا مثلا إرجاع 3 أكياس بر أمريكي، يتم كتابة الكمية 3 الأكياس، وبقية الأصناف التي لا نريد إرجاعها يتم إلغائها أو تصفيرها. طبعا في البيان يتم كتابة مردود مبيعات فاتورة رقم مثلا 11، نقوم بإدخال رقم المرتجع، ثم نقوم بعملية الحفظ، ثم نقوم بعد ذلك بالتأثير المالي من خلال ترحيل فواتير مردودات المبيعات، ثم نقوم بالضغط على ترحيل. نكون بهذا قد شرحنا شاشة مردودات فواتير المبيعات. شكراً.